يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. إلى آخر أبيات الرائعة في مناجاة الله عز وجل. فيناجي ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه، وهذا واجب على كل عبد أن يثني على الله عز وجل وأن يمجده وأن يعظمه وأن يدعوه وأن يتضرع إليه ويتذلل له. فنحن عبيد له، والله خالقنا، ربنا سبحانه وتعالى الكبير المتعال. نحن فقراء، نحن فقراء مساكين ضعاف. مهما ملكت ما ملكت من أمور الدنيا فأنت فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ضعيف بحاجة إلى من يخدمك، إلى من يعينك، إلى من يداويك. يا من يرى الله عز وجل مطلع على خفايا الإنسان ما في صدور الناس، يعلم ما تكنه الصدور قبل أن تتحدث وتتكلم، قبل خاطر أو تفكير يجول في خاطرك. الله يعلم قبل ذلك. فالضمير هو القلب والصدر، لا يطلع على ما فيه إلا الله عز وجل. فقد تعطي للإنسان وجها مليحا صبوحا كلاما طيبا منمقا مزوقا، ولكن القلب قد يكون فيه خلاف ما تتفوه به وما تتحدث به. فالله مطلع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مظهر جلباب عباءة بنطلون جيد جديد، ولكن الله ينظر إلى القلب. ماذا فيه؟ محبة، مودة، الرحمة، العطف، حب الله، حب الدين، حب الرسول، حب الإسلام، أم خلاف ذلك؟ ولذلك الإنسان حينما يلقى الله عز وجل، أي العبد، أي الإنسان، الله لا يقبل منه أي عمل إلا إذا كان القلب في هذا العبد سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.